تقدم الاهلي على الاتحاد 2-0 في الشوط الاول بهدفين لعلي معلول من ركله جزاء في الدقيقه 9 والهدف الثاني لمحمود كهربا في الدقيقه 12 وشوط سجال بين الفرقتين هجمات متبادله وفرص ضائعه وشفنا مباراه مفتوحه الشوط الاول بسبب الهدفين المبكرين للنادي الاهلي. كابتن شريف تقدم منطقي للنادي الاهلي الشوط الاول. احنا اتفقنا قبل المباراه انك انت سبق التهديف بالنسبه لك هيفتح الخطوط كلها ودي طبيعه فريق الاتحاد اول ما بيحصل في تاخر بهدف بيفتحوا خطوطهم كلها. الاهلي المفروض يستغل وده حصل لمده ربع ساعه استغل انطلاقه لعيبه الاتحاد وعدم التمركز وكله بقى عايز يروح يعوض والحقيقه بقوا موجودين في الجيم وهم مضيعين كورتين ثلاثه وعندهم خالد غندور في حاله نشاط كويسه جدا واسلام عبد النعيم ف حصل المباخته بالهدف الثاني بعد ضربه الجزاء حصل الهدف الثاني وجات لك نفس الكوره دي بنفس الشكل ده ثلاث اربع مرات ولكن بعد الهدفين تحس ان لعيبه النادي الاهلي خلاص يعني اعتمدوا فوز المباراه وبقوا يلعبوا على الكاونتر اتاك اللي هو ممكن يسبب لهم الجول الثالث الرابع فبقى في عندهم ارتياحيه وضمان للفوز في المباراه ولكن الكلام ده بعد الهدف الثالث ان شاء الله اعتقد ان انت بتوصل لخلاص حاله التغيير بقى ومدير فني يشوف كل متطلبات المباراه الجايه فبالنسبه للشوط الاول انا بشوف دايما النتيجه مكتوبه عاليه كده يبقى شوط جيد جدا المحافظه عليه وزياده عدد الاهداف وما افتكرش النادي الاتحاد هينزل لك هيلعب نص ملعب لا هيبتدي فاتح خطوطه عنده محاولات دايما في المراوغات وعنده في الانطلاقات وعن الاطراف وكل حاجه فالكلام ده يخلص كله بالهدف الثالث ان شاء الله يا كابتن باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه شفنا في البدايه سيطره واستحواذ وضغط النادي الاهلي اصفر عن هدفين بس شفنا بعد كده النادي الاتحاد دخل في اجواء المباراه ابتدى يهدد النادي الاهلي ويوصل حتى للمناطق الخطر. النادي الاهلي ابتدى سريع جدا هي المباراه سريعه ومفتوحه جاب هدفين حلوين حسين الشحات وبيرسي تاو وعلي معلول قادوا هجمات الاهلي في خلف ظهر المدافعين الاتحاد وتحركوا تحركات خطيره وسريعه بيتحركوا بالقطري بيرسي تاو بيتحرك قطري يستلم او حسين الشحات وعلي معلول بيعمل تمريرات خلف الدفاع كويسه قوي واحنا نبهنا للنقطه دي على فكره من قبل بدايه المباراه وجبنا جونين حلوين في بدايه اللقاء يعني الدقيقه 12 كان الهدف الثاني والدقيقه 7 كان الهدف 7 ونص كان الهدف الاولاني بعد كده الاتحاد الفكره اللي كانت عنده ان هيلعب 5-3-2 ويبقى مقفل انتهت عند الدقيقه ده فبقوا هم كمان مندفعين اندفاع غير طبيعي ولذلك انت تحس ان في سهوله ان الاتحاد يوصل لمرمى الاهلي بس مش عارف يستغل الفرص اللي بتجيله والعكس الاهلي في سهوله جدا ان يوصل لمرمى الاتحاد ووصل اكتر من مره لكن اكتفى بالهدفين وفي ناس ابتدت الحركه تقل شويه غصبا عنهم لانه عملوا سبرنتات كتيره جدا في بدايه اللقاء يعني بيرسي تاو عامل ماتش كويس النهارده الشوط الاولاني حسين الشحات نفس الشيء بس هي الفكره انه القندوسي وفخري وديانج مش حاكمين نص الملعب نص الملعب مفتوح بالرغم يعني بالرغم انه ما في ثلاثه في نص الملعب النهارده بس هو زي ما انا قلت لك اليو دانج اليو دانج بيلعب ارتكاز والقندوسي شمال وفخري يمين بس هم مش قادرين يسيطروا على نص الملعب فالماتش بقى مفتوح قوي برضو الجنب الشمال بتاع الاتحاد اشتغل كويس اللي فيه صبري الرحيل وبيتحرك له خالد الغندور اللي هو افضل لعيبه الاتحاد وعملوا كورتين ثلاثه خطر لكن هم ما قدروش يستغلوهم النادي الاهلي كان عنده فرصه برضو يجيب اهداف الشوط الاولاني كان ممكن يبقى 4-1 3-2 الماتش مفتوح رايح جاي صحيح. بس هي شويه تركيز في نص الملعب والنادي الاهلي يقفل نص الملعب سهل قوي يجيب اهداف تاني ان شاء الله ربنا كابتن عادل الاتحاد ابتدى بعد الهدف الثاني يفتح خطوطه بيلعب من على الدايره سهل جدا اختراقه او ضربه عن طريق الجناحين او عن طريق القادمون من الخلف الشوط الثاني فكر مستر كولر محافظه على الهدفين محاوله
زياده عدد الاهداف لاراحه بعض اللعيبه الاساسيين، ولا هيبقى فكره في التعامل ازاي مع الشوط الثاني؟ انت استحوذت على 15 دقيقه الاولانيه واحرزت هدفين علشان نادي الاتحاد كان عامل زون وكان بيقابلك من تحت وانت عندك حته الانطلاقات، وكان في بيرستا وحسين بقى. لكن عشان الشوط الثاني لازم نحسن، لانه الاتحاد استحوذ على الكوره وجات له هجمات اكتر من النادي الاهلي في اخر 15 دقيقه. يمكن في تبادل هجمات، ولكن نادي الاتحاد خلاص ما عندوش حاجه يبكي عليها، لازم يهاجمك. عشان كده لازم يبقى في تعديله في الشوط الثاني من الاهلي. بالنسبه للاهلي لازم يعني محمد فخري وينزل مروان عطيه عشان يظبط نص الملعب مع اليو ديانج، وقفشه مكان الكندوسي علشان يلعب تحت عشان يمسك الكره ويروح على الجول، لان الاتحاد هيهاجم بشراسه. محتاج انت صانع لعب ياخد الكره يحطها لك انفرادات، لانك انت لو النهارده صانع اللعب وحته نص الملعب جمدت فيه وقطعت ممكن تروح انفرادات كتير قوي على الاتحاد، لانه الاتحاد غير طريقته. احنا قلنا 3-6-1 عملها بقى 3-4-3 في الوقت ده، وهيبدا يزيد كمان منها وهيضغط عليك كتير قوي، فيجب انك انت تشتغل على الهجمه المرتده بشكل جيد باذن الله. كابتن بلال، رايك سريعا في احداث الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الاول طبعا الهدفين غيروا مجرى المباراه او الافكار بتاعه المدربين. الشوط الاول النادي الاهلي سجل هدفين، فبالتالي الاتحاد الاسكندري اتجه لبلان بي. ما هيشتغل ازاي؟ هيشتغل انه يسجل اهداف، فابتدى ان هو يبقى عنده مشكله في الحته الدفاعيه على حساب يعني سوري مشكله في الحته الدفاعيه على حساب الحته الهجوميه. يعني انا عايز اهاجم بشكل كويس تمام، بس انا عندي مشكله في الحته الدفاعيه. مزبوط. عندنا مشكله في الاهلي يعني الربط في الكره في الثرو باسز اللي بتتعمل. يعني انا النهارده يعني اكتر من كره محمد هاني يروح يوقف تسلل، كهربا يروح في التسلل، حسين الشحات يروح في بعضات في التسلل. لازم يبقى في ربط. لو في ربط كنت ممكن تسجل 5 أهداف أو 4 أهداف صحيح. في الشوط الأول لتنتهي النتيجة بنتيجة زي ما قال كابتن أسامة كده 4-2 5-2 طيب. لأن هم راحوا برضه بفرصتين حقيقيين. احنا عندنا برضه مشكلة في حتة نص ملعب، المهام مش واضحة. مزبوط. يعني مشكلتي أنا في نص ملعب كنادي أهلي المهام مش واضحة بين التلات لعيبة، مين بيلعب في قلب الملعب، مين بياخد الحتة اليمين، مين بياخد الحتة الشمال، مين اللي بيكمل يلعب تحت الفيرويد. طيب حلولها إيه الشوط الثاني؟ الشوط الثاني لازم يكون في مهام واضحة من مستر كولر. يعني النهاردة ديانج هيلعب 6، فخري هيلعب ناحيه اليمين، قندوسي هيلعب ناحيه الشمال، او الاثنين يلعبوا في مركز في القلب وواحد فيهم يلعب يبقى هو اللي بيلعب تحت البلاي ميكر، عشان يبقى في مهام واضحه للعيبه تتحاسب عليها ويقفوا مكانه. الثبات للعيب نص ملعب بتاع النادي الاهلي النهارده او يعني انك تبقى متمركز مكانك بشكل كويس هيفيد النادي الاهلي الشوط الثاني باذن الله رب العالمين. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي الشوط الثاني، تعزيز الفوز اول محافظه عليه. هنروح لفاصل وبعد كده نشوف حضراتكم بعد نهاية أحداث المباراة. أرجوكم انتظرونا.